هالبنت عم تحسب كل خطوة، أخذت وشه مكترة، عرفاني عمو سامي بصفة، عم تحاول تكسبه ضدك أنت ومهند. عمو سامي عرف شي عني؟ بظن سمرة قالت له. شو قالت له بالضبط؟ انسي، شيليها من بالك. قالت له لمهند انه انت ما بتحبيه قدها. عمو سامي سمعه بهالطريقة عرف. يا حبيبي معناته تبهدلت هلا. لا تاكليهم، قريبا الكل رح يعرفها على حقيقتها. مهند بيعرفها منيح وهذا هو المهم. كلامه صح، بيعرف، بس ما بايده شيء. المشكلة انه سمرة مربطة ايديه ورجليه، مو عارفان شو يساوي. كيف في بنات بتعمل هيك شيء؟ انا ما بعرف. لك خلي عندها شوية كرامة على القليلة. معقولة تدبق فيها الدبقة؟ لو بده اياها كان ضل معها، هي وحدة رخيصة. بتحبه كتير لدرجة انها مستعدة تموت مشانه. هي مسكينة كمان. هاد كله كذب، انا بحياتي ما عرفت حدا مات من الحب. اذا الانسان قرر يتخلى عن حياته بسبب موقف صار معه او مشان شيء ما حصل عليه، معناته انه هذا الانسان ما بيستاهل انه يعيش ابدا. قال حاولت تنتحر، بتوقع كله تمثيل. قال تنتحر؟ قال هي وحده ما بتتصدق. ماسكته من اضعف نقطه عنده، عرفاني انه اذا عطى كلمه ما راح يتراجع. لك شو هالبنت هي؟ يخرب بيتها قديش وقحه، شي ما بيتصدق ابدا. تصوروا لو ماتت كيف كنت بدي سامح حالي؟ كلها تمثيليه، ما رح تموت. زينب اسمعي مني، شافت مهند رح ينهي العلاقه فساوت هالشي لتبقى معه. مرحبا. اهلا وسهلا. لا تواسيني كوثر خانم، عم ازعجكم معي. بعتذر عن اللي صار امبارح بالليل، حسيت اني ما قدرت اعبر عن حالي بشكل واضح مثل ما بدي. يعني ما بدي تكوني فهمتيني غلط، خصوصا انك كنتي قاعده لوحدي. عن جد بتمنى ما تكوني انزعجتي من تصرفي. يعني انا ما كنت بقصد شيء غلط. لا 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 تحط ببالك حسين بيك، انا ما فهمتك غلط ولا شيء. كل عمري عايش بهالحاره وبحياتي ما ضايقت حدا. تفضل لجوا حسين بيك، بنتك زينب عنا. عم اقول وينها؟ كان مشغول بالي عليها، طلعت وما خبرتني ابدا. امي مين اجا؟ اهلين عمو حسين. انشغل بالي على زينب، قلت بيجي بسال عنا عندكم. هي هون مو؟ تفضل تفضل فوت لجوا. زينب، عمو حسين اجا ليشوفك. شحاطة شحاطة. شكرا. اهلين عم. مرحبا زينب. اهلا وسهلا بابا. قلقت عليكي وجيت اسال عني. بس مالي زمان طالعة. شو بكي بنتي؟ شكلك بكياني. لا ابنوب. زينب شو عم يصير؟ شوفي موضوع صغير كتير، مرته لمهند حاولت انها تنتحر بس لحقوها. كلنا زعلنا وتأثرنا على اللي صار، الحمد لله هلأ تحسنت وصارت أحسن من الأول. مهند متزوج؟ شبكي؟ ما في شي، بس حسيت حالي دخت شوي. لكن فوتي نامي. بالأول خليني فوت رتب الغرفة. عادي هلأ رح رتبها من قريبه.
ماشي. الحمد لله الله سترنا. لساتك دايخة سلامتك، هلا بتروح كلي وخدي الدواء وبعدين بتنامي. قال الدكتور انه لازمك راحة. يلا تعالي سمراء، بدي اياكي ما تقلقي من شي، بنتك انتي وبنتي، هذا البيت بيتك، بترجاكي لا تبكي. ما حدا له حق يقلعك من البيت، هم مكانك الصح والطبيعي. ما رح اسمح لأي حدا يزعجك. لا تخافي يا بنتي، كوني مطمنة، وهلا فوت ارتاحي جوا. تعالي خلص الوقت، أنا حكيت كل شي عندي، إذا هي حبت ترجع أهلا وسهلا، تعرف طريق البيت، إذا هي ما حبت فهي حرة، هذا الموجود عندي، وصل لها هذا الحكي.